فشلت مذكرة لحجب الثقة عن رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما في البرلمان مع وقوف نواب الحزب الوطني الإفريقي الحاكم في صف زعيمهم رغم الانقسامات المتزايدة والانتقادات الشرسة لحكمه. وأعلنت باليكام بتي رئيسة البرلمان أعلنت فشل اقتراح حجب الثقة الذي نال تأييد 177 صوتا وعرضه 198 نائبا. كان زوما يعاني من فضائح في بينها استغلال أموال دفع الضرائب في تجديد منزله الريفي وصداقته مع عائلة جوبتا الاقتصادية المتهمة بالحصول على عقود حكومية مربحة عبر صفقات فساد.